سيدتي، معكن اليوم بتغطية فريدة من نوعها لانطلاقة فعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات بنسخته الثانية بمركز دبي التجاري العالمي، واللي بيمتد على مدار 4 أيام متتالية، أي لغاية 17 نوفمبر. معرض دبي الدولي للمجوهرات يعد ثمرة تضافر جهود مجموعة إيطاليان إكزيبيشن جروب ومركز دبي التجاري العالمي، وبيسلط الضوء على أحدث تصاميم المجوهرات وأكثر أناقة، إضافة إلى استعراض التوجهات الرائجة للمجوهرات. بيربط هالمعرض بين المشترين وعشاق المجوهرات والموردين، وبيشترك فيه أكثر من 500 جهة عارضة محلية إقليمية وعالمية.